اغلى جو مره سنيه حتى الاسكريم ده في شطه كل شيء هنا ترى مره. اعزائي الساده المشاهدين، اعزائي الساده الكرام، لكم مني كالعاده كل احترام، لكن قبل اي كلام صلي انت هو على نبيك عليه الصلاه والسلام. اليوم يا شباب حلقه ظريفه خفيفه، ما اتوقع تكون ممله. زي ما انت شايف انا في محل كيك، في ناس صراحه سوونا فيها هيك وهيك. تخيل انت يكون عندك مناسبه وعازم فيها اصحابك واقاربك ومحتفل وعازم فيها الدنيا كلها وناقصه هذه الكيكه، فانت تيجي محل الكيك وتبغى تستلم الكيكه تلقى انه يا اخي انت ليش تبغاني احكيك كل حاجه؟ ليش كل مره انا اللي احكيك يا صاحبي؟ هيا تعال هيا تعال. لا دقيقه على رايك، بس خليك ثقيل شويه. هيا تعال. يا سلامي سلامي واحترامي، شيل كلامي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، هلا والله. يا ابوي هذه كيكة انت صنعتني اياها بالغلط. كيكة بالغلط؟ ايه. باسم مين حبيبي؟ انا طالب كيكة باسم سارة، وانتوا جايبين لي كيكة فيها سلطات. باسم سارة؟ اوردر رقم 3. شوف هذه باسم سارة. هذه باسم سارة حبيبي. انت افلح ولا انت ايش باهلك انت؟ حبيبي حبيبي سارة، وهذه حاطين فيها انتوا صورة. حبيبي انت تقل ادبك ليش في البداية؟ عيب عيب. انت تبي تنرفزني يا حبيبي؟ انا جيت واكدت لكم وارسلت لكم الصوره اديتكم الاسم وجيد، الحين تقول لي حبيبي إيه؟ انت في مكان محترم، سمحت ترى وطي صوتك. اقول لك وطي صوتك، اقول لك اختصر الموضوع عليا واديني كيكتي حبيبي. هذه كيكتك يا ابن الحلال. هاي كيكتي. ما ينفع يا ابن الحلال، انت ارسلت لنا صوره بنت. إيه؟ وصراحه احنا استحينا نشوف الصوره ونحطها. على كيف اهلك هي؟ عيب عيب. شوف الصوره، شوف ايش المشكلة؟ على كيفك. والله العظيم جميلة يا رجل، والله العظيم جميلة. حبيبي شيل كيكتك وتفضل برا لأنه عندنا شغل. والله العظيم حبيبي أنا أبغى كيكتي الآن، أبغى كيكتي حبيبي. ما في إلا الكيكة هذه، روح كمل مناسبتك. أنت ليش بتعطل المناسبة تبعك؟ حبيبي تفضل عجل، الله يرحم والدينك. أديني فلوس. المشكلة فلوس قفلنا حساب، ما نقدر. سياسة الشركة، في سياسة للشركة ممنوع نسترد الفلوس. سياسة الشركة اللي تبدل الصور؟ صار خطأ أو شار شيء أفضل، يعني هذا شيء أفضل لك، أنت ليش بتنكد؟ أنت على كيفك، أنت أنا حاكل على كيفك؟ يا ابن الحلال ما أبغى تاخذ معاك إجراء. أسمع وطي صوتك. أهبل وشكلك متخلف ولا عندك أسلوب. كلم الأم كلم الأم كلم الأم. لو سمحت جيب لي كيكتي. أنا أعرف أتاخذ معاك الإجراء اللازم، ما تبغى الكيكة؟ يا نصيبك. يا تديني كيكتي؟ خلاص أنا بشيل الكيكة لأمي. إيش ما بيعي؟ طيب حسام شوف لي الكيكة تبع نودي. ايش المناسبة؟ عيد ميلاد نودي. كل سنة طيب يا نودي، يسعد لي ايامك. ثواني. طبعا هذه بمناسبة المعرض عندنا، مقدم لك هذا الشيء. وهابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي نودي. هلا حبيبي، اهلا وسهلا. جاهز الكيك بس انتم مشيتوا فجاه. لا كيف ما سكت، مقفل على ناس. الله ما شاء الله. مين ده ابوي؟ والله حبيبي ثواني، هذا الاوردر باسم مين؟ يقول مين؟ فادي. لا تستهبلوا صح؟ كيف كذا؟ اي الصوره احسن من صوره قبل. يا ابوك كيف صوره احلى من صوره اهلي؟ دبله؟ انا كان بدون الصوره والكلام الفاضي ده. والله ما انا قاعد امزح، مستحيل يعني. حبيبي حبيبي سمحت، انت مو صاحب الكيكه صحيح؟ ايه. طيب ايش دخلك في الموضوع؟ حبيبي هذا حق لازم تقفل لي حساب الكيكه لانه الشفت حقنا غلق. الله يرحمه. قفل لك شيء حبيبي، انا تدي لي الكيكه اللي انا طلبتها، انا عندي موعد الحين ولازم اخذ الكيكه. فاطمين يا حبيبي حط عليها شموع وغطيها، يعني ايش المشكله يعني؟ يا ابوي انت ابله غبي، شموع ايش انت ابله؟ طيب اسمح قفل لي حساب. الله يرحمه. ماني مقفل لك شيء، مين صاحب المحل ده؟ انا عارف انا مسؤول. لا ما انت مسؤول هنا، انا تلزمني مسؤول. حبيبي ايش الغباء ده؟ من جدكم انتم؟ استاذ يعني. ايش الغباء ده يعني؟ معليش لو سمحت. انت ليش بترفع صوتك اول شيء؟ ليش بترفع صوتك؟ ليه ارفع صوتي زي ما انا؟ لا دقيقة، ليه ارفع صوتي؟ ارفع صوتي المكان ايه؟ هذا كله تكسر فوق راسي. لا ادري الام، لا ادري الام، لا سمحت. كلمني انا. اسكت زي كيك قلت حياة. ما في كيكة. ايش المحل هذا؟ لا تغلط. لا اغلط 60 اغلط. ادري الام، ادري الام. ابلع. جيب لي المدير. حسام صورنا بس. كل اللابتوب جوالي افضل اخت سيلفي. سيلفي؟ يس. والبحر خلفي حبيبي، نفس حبيبي، نفس سلبي. فين الكيكة؟ باسم مين يا حبيبي؟ باسم بكر. بكر؟ بكر ها، تفضل حبيبي. كل سنة وهو طيب إن شاء الله، وبالله بس كمل لنا المبلغ لو سمحت. كم باقي؟ باقي تقريباً 400 ريال. طيب. دافع 400 150 باقي 400.
الله يعطيك العافية. احط لك كيف كيس ولا كذا تمام؟ دقيقة حبيب دقيقة حط 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 الفلوس. كلامك معي لو سمحت تفضل. هذه ايش الصورة دي؟ انت هذه كيف؟ لا مو هذا مو دورته باسم بكر. لا بس مو هذه الصورة، هذه الصورة اللي انا أي صورة؟ هذه هذه الفاتورة. هذه الصورة اللي انا ابغاها شوف شوف الصورة يا ابوي، الصورة هذه انا ما احطها على معمول. هات هات بزور انت. والله ما احطها على معمول. الصورة هذه كم عمره؟ اديني بالله اديني هذا. يلا ابوي تفضل شيل الكيكة تفضل. تفضل حطها هنا غطي وجهك خليها زي كذا. سندبت احنا بالشمال. يا ابوي ايش خبير؟ حبيبي حبيبي. حبيبي لا ترمي زي كذا. يا عمي سري. ايه ايه يا خالد اسمح ترمي نفسك. يا عمي سري. لا جيب لي الامن هذا مقلي الحياة. انت ذي الحياة. لا تغلط لا تغلط ترميك بهذه. لا يا شيخ. ايوه اجيك انا عندك هنا. الله يجي طاعتك. اهدا اقول لك جيب جيب فلوسي. ما فلوسك يا ابوي لو سمحت. تفضل شيل الكيكه لو سمحت. لا يا حبيبي ما اشيلها. يا ابوي ايش جيب الفلوس. يا ابوي ايش قله الحياة هذه؟ احمد ربك. يا ابوي كيف صورة خال في كيكه؟ كيف حيبان؟ ايش دخلك خال في مالك؟ هذه الكيكه اللي احتفلنا فيها معك. لا انا اخذ الكيكه واحتفل مع اصحابي. ما احنا زي اصحابك يعني. لا 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 احنا فرحانين فيك والله يا استاذ نودي. الله الله منك معي بس يدك يدك بس يدك لا بس ثاني يدك. الله نودي 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 نو الله الف مبروك الف مبروك كل سنه وانت طيب. بس سمعت حساب عشان نقفل الشفره. لا حتى الكيكه يعني باظت خلاص. لا ما باظت يعني باظت ايه يعني خربت. خربت اوكي. لا بس انت لازم تدفع عشان احنا نبغى نمشي. انا اسف ما اقدر. ايش اللي ما تقدر؟ ما اقدر ادفع الحساب يا حبيبي. المحل المعرض نبغى نقفل احنا حاليا والكيكه احتفلنا فيها معاك يعني احنا من كثر حبنا فيك حبينا نسوي لك هذا البيردي المفاجاه اللي كان مره سبرايز. شكرا والله انبسطنا فيه الحمد لله. انا طلبت احلى كيكه ما اقدر احتفل معاكم. طب ما احنا مو مشكله احنا احتفلنا هنا. انت مو تبي تحتفل في عيد ميلادك؟ لا بحتفل مع اصحابي مو معاكم. احنا زي اصحابك. انت مو زي صاحبه؟ ايوه احتفل معاهم. لا 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 حبيبي اتصل لي على الامن اتصل لي على الامن اتصل على الامن. لا انا اسف. ايش اللي اسف؟ لو سمحت لازم تدفع الحين استاذ نودي. لا تجيب مش الحكومه امانه. لا ايش الامانه؟ تجي الحكومه الحين الامن ويتاخذوا معك. بس انا ما اقدر احتفل معكم. تحتفل مع مين حبيبي؟ احتفل مع اصحابي كذا كذا كذا. تزعل نودي. انا اجيك يا قليل الحياه. انا اجيك يا قليل الحياه. طلعوا برا هذا قليل الحياه. ماني قليل الحياه. الرجال قاعد يغلط ويسوي حركات ما لها داعي في محل رزق. هذا محل رزق. هذا محل رزق. ما هو محل رزق. محل رزق هذا ما تعرف. هذا محل رزق. محل رزق. اسامه معاه. شوف الرجال. شوف الرجال. الكيك انا طالبها. انا طالبها. حاطط لي وجه. يا بيه بالغلط بالغلط الصورة يتحمل الموظف تقطع رزقه. يا الله أفهم. أقول لك ناجيك الحين. إيش تبغى؟ أسمع احترم نفسك احترم نفسك احترم نفسك احترم نفسك. سيب 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 دقيقة خلاص سيب خلاص. أنا واحدة. إيش إيش مشكلتك أنت؟ إيش مشكلتك؟ هذه كيكة هذه. خلاص شيل الكيكة هذه يا أبوي وتوكل على الله. إيه شيلها وتوكل على الله. والفلوس ما في يا أبوي. بعد كذا اسمح ما عاد نتعامل معاك. ما في. إحنا ما عاد نتعامل معاك. الأشكال دي ما عاد تدخل هنا. لا لا إيش بك يا محمد؟ انت قد الحركه هذه؟ قد ايوه ايوه قد. حبيبي حبيبي انت ليش تغلط عنا؟ انا بتكلم مع الرجال. انا بتكلم معك. حبيبي تفضل. هذا لو سمحت برا قفلنا المحل. عندك شيء؟ قفلنا المحل. عندك شيء؟ قفلنا المحل. على كيفك هو يا ابوي بديني كيكتي لو سمحت. يا حبيبي انت ما تفهم ما تفهم ولا ما تفهم؟ ممكن طالع هنا في ممكن طالع هنا لو سمحت. شايف هذا الكاميرا ولا ما انت شايف؟ ايش كيكه وما كيكه؟ هذا المكان هذا؟ انت ايش بتسوي؟ هذا بنصورك انت، انت معانا في برنامج يا صاحبي. اسمه هيا تعال. اسمه هيا تعال تعال بسرعه يا وحش. تعال تعال بس تعال. طيب ممكن تحاسب لنا الحين لو تدق لي شخص معين يحاسب لك؟ ما اقدر. بابا مو موجود في جده. بابا فين؟ بابا هنا هنا هو. قول له مين؟ قول له عم. لا استاذ نودي استاذ نودي استاذ نودي. لا 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 دموعك غالي علينا والله دموعك غالي علينا. اما دموع الاشكال هذه لو يبكي صبح وليل ما يفرق معانا. شوف هناك شايف شايف في شخص هناك لو مو واضح عندك سيبك من هذاك ولا يعني معك. شوف فوق ارجع ورا ورا ورا
هذه كانت كاميرا خفية بس احنا احتفلنا يعني سعيد. كاميرا خفية ابويا سبق يا سبق يا والله يا سعد والله ما قصرت والله يا تعال يا تعال كيك يا وحش اكو هيك صلي على النبي الصلاه والسلام كيف حالك طيب هلا والله شوف شوف شيء يا ابو طيب ان شاء الله ما تصير يا صاحب يا تعال قول له تعال اذا ما تاخرت ولا حركاتك كين مين دي تقعد تتفرج وتمشي على الماتي اتساب نص تسوي الحركات دي وفي الاخر ولا ترسل له سبسكرايب تابع الماتي على قلبه ولا اشتركوا قناه انستغرام وغيره ولا حاجه ايش هذا كده عن ماتي مره واربعه هذه هي الكاميرا الخفيه تزعل شويه